الشركة من الشباب إن انتشارنا أكثر، بالذات إن إحنا تونا بودين في المشروع انتشر أكثر والناس عرفتنا أكثر، بحيث إن مو موجودة هذه الفكرة في البحرين يعني من قبل. فالحمد لله يعني حصلنا سبورت وايد. مشروع صغير مثل مشروعنا يحتاج إن الأوادم تجربه، إن لازم تشوفه عشان ينشهر المشروع ويجون لنا أكثر من مرة، وإن شاء الله هاي مو بآخر مرة يسوون لنا نفس هاي الفعاليات الحلوة. أشكر وزارة الشباب والرياضة على هذه المبادرة الجميلة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، وإن شاء الله وأتمنى لهم مزيد من التطور والازدهار، وإن شاء الله أتمنى إن ما تكون هذه آخر مشاركة لي وياهم. أول شيء حاب أشكر وزارة الشباب على جهودهم المبذولة في دعم الشباب البحريني، ويعني إحنا نحتاج مثل هالفعاليات حق نطور نفسنا ونعرض منتجاتنا ونوصل حق الفئة المستهدفة، ويعني الصراحة واجد استفدنا من هالفعالية. أشكر وزارة الشباب والرياضة على دعمهم حق المشاريع الصغيرة والشبابية، إحنا كشباب نحتاج كل هاي الفعاليات عشان نقدر نساهم في تطوير الاقتصاد وخصوصا القطاع التجاري، وانا مو اول مره اشترك وياهم اكثر من مره. طبعا حب اوجه كلمه شكر حق وزاره الشباب والرياضه على دعمهم المستمر، وان شاء الله نكون قد هاي الثقه، وان شاء الله الغنم افضل ان شاء الله. طبعا اشكر وزاره الشباب واشكر كل من ساهم في نجاح هاي العمل ومن تنظيم وكل شيء، يعطيهم العافية، ما حد قصر صراحة، وإن شاء الله هاي مو بآخر مرة يسوون لنا نفس هاي الفعاليات.